هلا والله احلى جماعه احلى متابعين. اليوم عندنا فيديو جديد وجوله جديده من برنامجكم المفضل سفره من غزه. طبعا اليوم راح نستهدف الاكل الشعبي. الاكل الشعبي في اقدم المطاعم في قطاع غزه اللي تميزت في الكباب وانواع اللحوم الطازج، طبعا خروف وعجل. ومعنا ملك الكباب عمنا ابو الرائد، اليوم راح نجرب عنده اصناف اللي هي بيقدم الاصناف اللي بيقدمها. ويقال انه السيخ رقم واحد في الكباب في غزه. احنا اليوم بيتين مش مروحين، تابعوا معنا الحلقة. احلى كباب، كباب الحاج ابو رائد ملك الكباب في السوق. قل يا عم وتهنى، صحة وعافية. يعطيك العافية يا حاج. حبيبي يرضى عليك، الله يعافيك. عرفنا عن نفسك. ابو الرائد ابو سيدو، سالم ابو سيدو. ابو الرائد. اسم الشهرة ابو الرائد ابو سيدو. اها. احنا لقيت عندنا هنا مطعم شعبي، عندنا جميع المأكولات. بكون عندنا موجود المأكولات اللي هو الكباب، هذا اسمه الكباب الحلبي. يعني اللي أنت بتشتغل فيه كباب حلبي. كباب حلبي. طبعا عندنا الكباب عادي كمان المتعارف عليه هو في غزة، السيخ الطويل هذا. خلي عندك هذول هنا، هذا السيخ عادي، هذا السيخ العادي. أوكي. السيخ العادي عندنا كمان كباب حلبي، وهذا حلبي. عندنا هنا بنعمل الشيش طاووق، بنعمل الفيليه. هيو عندك هنا الكلاوي، في عندنا كمان اللي هو بقدر اقول لك في بيض، في فيليه للاستيك، لحمه فيليه. بنعمل هذه استيكات شرايح، فهمت علي؟ بنعمل كمان العرايس، وفي الحساسين، وفي النخاع. شغله دجاج ولا بس لحم؟ الدجاج اللي هو الشيش طاووق، هذا هو. يعني صنف واحد من اصناف الدجاج الشيش. هذا هو شيش طاووق، صنف من اصناف الدجاج. كل انواع الشعبيه، الاكلات الشعبيه بنعملها. بتنزل طبعا هذا الاكل مع مقبلات، اللي هو مع سلطة مايونيز، سلطة تركية، سلطة خيار بالخضار، أو سلطة اللي هي سلطة المشوية. احنا بنسميها هذه المجنونة، بنسميها ليش؟ عن كثر ما نحط بنشويها وبنحمرها وبنحمر الفلفل معها وبندقها بزيادة فلفل، فبتكون سبحان الله يعني عن جد اسمها مجنونة. بدي أسألك تاريخ تأسيس المكان. احنا هنا في المنطقة هذه من سنة 1972 يعني هل بعد الاحتلال بأربع، بعد احتلال 67 بأربع سنين فتحنا في المنطقة هذه. يعني بنقدر نقول السيخ رقم واحد في غزة، السيخ رقم واحد في غزة، الكينج في الكباب. بنطحن قدامك الأكل، بتشوف إيش بنطحن وبتشوف إيش بتاكل وبتجرب مرة، هترجع مليون مرة. أول تجربة، أنا من الجيل الجديد وأول تجربة، يعني بتراهن على التجربة إن أنا أقول رقم واحد. إحنا حنوقك وأنت تقول إيش اللي إن شاء الله. يعطيك العافية. حبيبي يرضى عليك، موفقين، صحة وعافية على كل من أكل من عنا. أبو الرائد أبو سيدو، شارع الوحدة، عمارة مطار سابقا والآن عمارة أبو سيدو. أبو الرائد. يعطيك العافية. يرضى عليك. عملتوا بألف خير بمناسبة طبعا شهر رمضان الكريم، واليوم سفرتنا حتكون من مطعم أبو سيدو، أبو رائد أبو سيدو يا بشار. سفرة اليوم مشاوي، معروف يعني لازم يجيك يوم في رمضان تاكل مشاوي، على الفطرة مشاوي. طبعا نزلنا أصناف متعددة من المشاوي اللي هن يا بشار. أنا عندنا صحن المشكل اللي هو بيجي فيه كلاوي فليه وراس قلب وكبدة ولية، في لية
صحيح. وعندنا هنا شيش طاووق. شيش طاووق، عرايس، كباب حلبي والكباب العادي المعروف. والسلطات وال السلطة الغزوية أو سلطة البندورة أو المجنونة حسب ما يسموها يعني. خلينا الحين نبلش ونجرب ونحكي آرائنا. امسك يا محمد. طبعا أنا بشار بسم الله الخبز محمص على الفحم. صحيح، مبين عليه. بلش في الشيش، أي سيخ شيش. بسم الله. طبعا هذا رأس قلب. نمسك. يا الله. بسم الله. حبحت لي شيء جذبني كثير ولأول مرة. الكباب التبل. بس فلفل أسمر، ملح، تومة وفلفل أخضر، هاي فقط، لا يوجد إبهار خاص لي ولا إشي. الإشي اللي عجبني إنه الكباب بتحس بطعم اللحمة، بتحس بطعم الكباب زمان. طبعاً تأخذ لقمة كباب في سلطة البندورة أو سلطة المجنونة تسمى في المكان بتروح. جماعة الخير، حاب أحكي شيء عن الكباب الحلبي. هان الكباب الحلبي أنا محمد بنعمل بإشي مميز، اللي هو شكفة كباب بندورة، شكفة كباب بصل أو بندورة. يعني الأماكن التانية ما بتحط بصل. خلينا ندوقها. الكلاوي، هذه الكلاوي. طبعا عندنا هنا ايش يا محمد؟ اللي هو هذه راس القلب. راس القلب نجرب اول مره راس القلب. هذه لا فليه، لحم فليه. اصبر نستكشف. لا لحم هذا يا محمد، لحم معناته لحم فليه. وهي هذا برضو اللي هو راس القلب. الحين اللقمة الحاسمة، مجذوبة الجماهير، الكل قاعد بنتظر فيها، لقمة السعادة. رغيف، اليوم حتكون اللقمة مشكلة ومنوعة. راس قلب، كلاوي، لية، شيش طاووق، كباب تركي بندورة، واللي هو هنا فيه لحمة فليل، والمجنونة عليها آية بشار، والتركية. لقمة السعادة لليوم في هذه الحلقة الجذابة والجميلة، لقمة سعادة. تفضلوا معنا، مكونة من 7 أصناف داخل اللقمة هاي. خلينا نجربها واحكي لكم رأيي فيها. كيف بشار اللقمة؟ مغرية، تفتح النفس. تفتح النفس. ساندويش وليس لقمة. في كل حلقة ساندويش، زي ما قلنا ساندويش السعادة. في حلقات بتضطر للقمة، في حلقات ساندويش. طبعا يا جماعة الخير نجرب العرايس. انا سبقت محمد وجربتهم، بس كان بلقمة السعادة تبعته هاد منهم. زي ما انتم شايفين العرايس، مش العروسة يا محمد ام الشيكل ولا الاثنين، صح العروسة انا بخمسة، بس بتستاهل انك تاكل العروسة بخمسة، لانه كمية اللحم اللي فيها كمية كبيرة. بعدين انت بتاخد لحم طازة. ثانيا بالنسبة للاسعار يا جماعة الخير، كيلو كباب يا جماعة الخير ب60 شيكل، تمام؟ كيلو كباب 60 شيكل، مع طاقم سلطات. اما بالنسبة للاصناف الثانية مثلا زي الفاليه ب80، زي الشيش ب40، زي العروسة زي ما حكينا 5، وكل شيء حسب سعره. خلينا اجرب العرايس. الحمد لله انا مش قادر اكمل، طبعا لازم ادوق الاسماك الكباب العالي.
ما في فرق كبير بين الكباب الحلبي والكباب العادي. صراحة العرايس لذيذات زكيات. بجرب ليا ليك انا انت تروح هلا انا بالبدايه. بس كش اللي ما يقول عليها اليوم فزدم كيف الفزدم يعني. وهيك اليوم نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اذا شفتونا تعبانين بقينا تعبانين يعني تعرفين من تصوير وضغط. كان عندنا اكثر من تصوير حلقه بنفس اليوم. اليوم هو تقريبا يوم الاثنين اللي هو بكره بيجي الثلاث. اذا انتم كنتوا ذاكرين لان كنتوا تشوفوا هذه حلقه برمضان الثلاث فاصل لا عارفين انه هو اغلاق ولا مش عارفين. فبنصور لكم في اليوم اكثر من ثلاث فيديوهات عشان نضل مستمرين في رمضان. يا ريت تقدروا كميه التعب اللي احنا تعبنا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. تكتبوا لنا تعليق حلو تحت في التعليقات يحفزنا وخلينا نضل مكملين. وهنا قاعدين بنجهز لهم محمد في استوديو تصوير لرمضان ومكملين. ويعطيكم الف عافيه وكل عام وانتم بالف خير كمان مره. لايك وشير وسبسكرايب يلا. ويعطيكم الف عافيه. سلام, سلام.